أهم قصة أنا بشوفها عندك هي تجديد الخطاب الديني، ناديت بيه على مدار 25 سنة أو أكتر، كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي من 10 سنين نادى بيه كذا مرة، ولكن مفيش حاجة بتحصل، مفيش أي تجديد بنشوفه. الموضوع صعب قوي كده. من الآخر، مين اللي بيقف قدام الموضوع ده؟ مين اللي واقف قدام تجديد الخطاب الديني في مصر؟ والله اللي حصل دلوقتي هو تجميد الخطاب الديني مش تجديده، لأنه في رغبة هائلة عند أطراف كثيرة بما فيها الدولة، يعني إنه مشروع أو فكرة أو سعي نحو تجديد الخطاب الديني يتم التعامل معاه في أضيق الحدود، في أضيق الأحوال، ياريت ما نجيبش سيرته أصلا بلخوت الدماغ، لأنه الإحساس أنه كأنه قضية تجديد الخطاب الديني دي هتثير في المجتمع غضبا أو تساؤلات أو جدل أو نقاش، وإحنا بنبني البلد وإحنا عايزين نعمل تنمية وعايزين نعمل استقرار، فمن ثم أي حوار حول تجديد الخطاب الديني هتستثمره التيارات المتطرفة، هتستثمره المؤسسات الدينية والرسمية، وتقول أن أنتوا عايزين تغيروا في ديننا وأن أنتوا بتنحوا نحو الناس اللي بيقولوا. طب هما كده كده الطيارات دي مش ساكتة أصلا، هما ساكتين؟ هما مش ساكتين، هما كده كده مش هيسكتوا. إيه أهمية تجديد الخطاب الديني دلوقتي؟ هل ليه أهمية؟ هل مهم أن هو يكون في تجديد الخطاب الديني دلوقتي؟ بص يا أستاذة أميرة، لا يمكن إجراء أي إصلاح سياسي في أي مكان في العالم قبل الإصلاح الديني. الإصلاح الديني هو جوهر الإصلاح السياسي، وإحنا محتاجين عشان نفكر وإحنا كده ليه، يعني ليه مجتمعاتنا عموما مجتمعات ما تصورش إنها المجتمعات متقدمة، إن إذا كان رأي الناس أنا مجتمع متقدم أعتذر وأروح، إنما لو إحنا رأينا إن إحنا مش مجتمعات متقدمة وإحنا مجتمعات في ركب متخلف في الحضارة، وإن إحنا مش مجتمعات منتجة للإنسانية من أول الطب والعلوم والتكنولوجيا والمعلومات والبرمجية إلى الفنون والأداب، لو إحنا متفقين على إن مشكلتنا صعبة وإن إحنا في وضع حضاري واقتصادي يعني ليس وضعا طيبا لا يليق ببلد الحضارة زي مصر، لو متفقين على ده لازم نعرف أسبابه. عندنا تيار أصولي منذ مئات السنين، وتحديدا يعني بيعبر عن نفسه مش بس في الأفكار، كمان بقى فيه حركات على الأرض وجمعيات وتيارات وجماعات بتقول إن إحنا متراجعين علشان إحنا بعاد عن الدين، وإن إحنا المفروض إن إحنا نلتزم بالدين كما جاء في صدر الإسلام، وإن إحنا نعيد العصر الذهبي. عنده مثلث كده يعني في عقيدته كبير جدا. هو ايه العصر الذهبي بالنسبه له؟ اللي هو المفروض نرجع نعمل ايه تاني؟ ما انا هقول لحضرتك، يعني هو المثلث اللي عند التيار الاسلامي الاصولي مش بس الاخوان المسلمين ولا الجماعات الاسلاميه وحتى التيار التقليدي اللي بيقول على نفسه تيار وسطي او معتدل، رايه انه الماضي ده كان عظيما رائعا. ايه الماضي ده؟ اللي هو الخلافه الاسلاميه، اللي هو عصر الأمة الإسلامية المنتصرة المتسيدة، فشايف إن ده كان عصر عظيم جدا. طيب هذا الماضي بقى العظيم الجميل ده لابد أن يعود، ده الضلع الثاني في المثلث. الماضي ده لابد أن يعود فنستعيده تماما، حتى لما تلاقي بتوع الجماعات الإسلامية بيسموا نفسهم أبو عبيدة، أبو بكر البغدادي، مش عارف مين القندهاري، استعارت حتى اللغة، حتى الزي، حتى ماسك الكلاشينكوف بس راكب خيل. رقم ثلاثة بقى أنه هذا الماضي العظيم لابد أن يعود ولو بالقوة. هنا بيخش الجماعات المتطرفة والمسلحة والإرهابية. أنت بقى علشان تعمل أدي هو تصوره، إحنا في واقع صعب من كل الجهات، إحنا في تخلف حضاري أو تراجع علشان احنا بعاد عن الدين، وادي حلنا هو يا جماعه اللي بنقدمه المثلث ده. علشان تقنع ان ده مش ده الحل، ان الحل في تجديد الخطاب الديني اصلا، لازم تقول لهم انه الماضي لم يكن عظيما ولم يكن شيئا جميلا هائلا رهيبا رائعا منيرا مشرقا عشان نعيده. احنا طول الوقت عايشين على التاريخ الدعائي، بنعم ام لا، مؤسسة الأزهر الشريف مع ولا ضد تجديد الخطاب الديني، بنعم أو لا؟ نعم ولا. هي تقول أنها مع تجديد الخطاب الديني وهي لا تفعل في تجديد الخطاب الديني، هي ممكن تبقى بتجدد في مناهج التعليم في الأزهر، إنما برضو لنحتكم إلى الواقع،
نجيب قائمة بكل رسائل الماجستير والدكتوراه لجامعة الأزهر في كل كلياتها المختلفة، ونشوف عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه في العلوم المقدمة كلها، وتعالي نشوف هل ده ينطبق عليها تجديد خطاب ديني ولا لا، وانتم الحكم.